من يعرفنا برواة الإسناد؟ من يعرفنا برواة الإسناد؟ تفضل. عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي ويقال الخزاعي، أبو الحسن الحراني نزيل مصر، مات سنة 29 و200، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه وإمام مشهور، مات في شعبان سنة 75 و100، ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيع الرأي، واسم أبيه فروخ، ثقة فقيه مشهور، مات سنة 36 و100 على الصحيح. حنظلة بن قيس بن عمرو بن حسن بن حصن بن حصن بن خلدة الزرقي المدني، جد الذي قبله. أنو جد هذه لا تكتب يا أستاذي. من الثانية. يقال له رؤيا بس. رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة 73. بقي أن يعرف بعميه لأنه روى عن عميه، فالعم الأول من؟ العم الأول من؟ ظهير، كما في درسنا الماضي. ومن هو ظهير؟ ظهير بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي من كبار الصحابة وشهد بدر. نعم. طب الثاني من الثاني؟ قال العيني ذكر الكلابي أنه اسمه مظهر أو مهير. انتصر ابن حجر في الخلاصة أنه مهير، أنه مهير، وهو على وزن ظهير، وهو على وزن ظهير. من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد. نصف الإسناد مصري والنصف الثاني مدني. نعم. اثنين. السامع. نعم، شيخ البخاري من أفراده على مسلم. ثلاث. في رواية التابع عن التابع من؟ ربيعة الحنظلة. وربيعة كيف عرفت أنه تابع؟ من يساعده؟ كيف عرفت أنه تابع؟ ليس تابع. روى عن أنس تلميذ الإمام، تلميذ أنس بن مالك في المدينة، وهو شيخ الإمام مالك. ربيع الرأي الذي نقل عنه أنه مرة رؤي يبكي، فقيل يا إمام ما يبكيك؟ قال سئل اليوم من ليس أهلا للفتوى فأجاب. سئل اليوم من ليس أهلا للفتوى فأجاب، فكيف لو رأى زماننا من ليس أهلا للفتوى فيجيب؟ من ليس أهلا للتدريس وإله صفحة على الفيسبوك بعض الدروس، عبد الودود مساوي صفحة على الفيسبوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي أي واحد يلقي بما عنده، صفحة على الفيسبوك، قناة على اليوتيوب، ومش داري ايش اللي طالع، تليجرام ولا تويتر ولا وين مكان. فكما كان يقول شيخنا علي الحلبي، هذا سوق. وكما كان ايضا يقول، هذه مزبلة. يعني كما هي سوق فيها الفواكه وأيضا فيها زبالة السوق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبالتالي فكيف لو رأى من ليس أهلا للتدريس ويدرس، من لا ليس أهلا للإمامة فيأم، من ليس، وهكذا عشرات المسائل. كل منا يريد أن يكون هو
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا بناء على أن الكل يريد أن يكون هو، فلا يوجد مناصرة للدعوة، لا يوجد مناصرة للدعوة. أنت أتيت إلى الدرس، هل فكرت بإحضار إخوة آخرين معك إلى الدرس؟ هل حرصت؟ هل اتصلت بعشر عشرين ثلاثين أربعين واحد؟ الجواب لا. اتصلت بواحد اثنين، هذا إلى اتصلت، ما في حرص. أما لو كان عندك شيء دنيوي وتريد أن تنفق بضاعة، تتصل بالمئات. والله الدرس أهم، لأن هذا الذي يبقى، أما البضاعة فمآلها إلى زوال. على كل حال لا نريد أن نتوسع أو فربيع الرأي، نعم هو من التابعين، تلميذ الإمام أنس بن مالك وشيخ الإمام مالك، تلميذ أنس وشيخ مالك. طيب لطيفة ثانية. لا نحتاج إلى قول، هي رواية الصحابي عن الصحابي، فيه رواية الصحابي عن الصحابي. بعديها خمسة، وين سباعي؟ عد. عمرو بن خالد واحد، اثنين، ربيعة بن أبي بكر ثلاث، حنظلة بن قيس أربعة، رافع بن خديج خمسة، عماي هذا قرن في الإسناد ستة، فلا يقال سباعي. تفضل. رواية الابن عن عمامه. عن عمامه؟ فيه رواية الابن عن عمه، وقد يقول عن عميه.